رجعنا معاكم في الديوانية وتغطيتنا لطبعا مونديال قطر 2022 والفعاليات المصاحبة، واستضافتنا من أهل قطر المبدعين في كل المجالات. نحاول خلال وجودنا في هذا المونديال ومن خلال تغطية إذاعة وتلفزيون المارينا أن نكون جسر تواصل بين المبدعين في قطر وبين متابعينا ويعني مستمعينا ومشاهدينا في الكويت أو أينما كانوا في كل مكان في هذا العالم، وسعيدين جدا بشراكتنا مع طبعا راعينا كوت فود وطبعا بيتزا هات وبرجر كينج تاكوبل سبوي. شكرا لهذا الدعم لهذه التغطية من خلال وجودنا في كأس العالم، البطولة اللي الآن في عدها التنازلي بفيصل. نعم، واحنا ما في اخر الايام اي، بس باجي الحين دور الثمانية ودور النصف نهائي والنهائي الحلم المنتظر. نعم. 18 ان شاء الله 12 راح يكون النهائي واللي يتزامن مع اليوم الوطني القطري. تموت علاقة، تموت صداقة او حتى الرغبة، لكن انتبه يموت شغفك للحياة لأنه وقودها. هذه الكلمات شفتها في تغريدة من 4 ساعات منزلها أخوي عمار محمد ضيفنا المستشار ومدرب التسويق الرقمي. مساء الخير عمار، وحياك الله في برنامج الديوانية بإذاعة وتلفزيون المارينا. أول شيء أشكركم على الاستضافة، وأشكر يعني اللحظة هذه اللي تجمعنا تحت سقف واحد. من سنين أعرف بعض أنا ومهند، وأيضا إذاعة مارينا غنية عن التعريف وغنية عن تنوع برامجها. يعني من الأشياء الجميلة اللي كنت أسويها في الإذاعة أن أسمعها، كنت على برنامج كلاب هاوس وشارك معاهم لايف، وكانت أول إذاعة على مستوى يمكن الخليج اللي تبادر بهذا الشيء. دائما إذاعة مارينا تعودنا على الفقرات المميزة وأيضا التنوع وكسر كل الأساليب اللي درسناها بالإعلام. فصراحة يعني أجمل تحية نوجهها لكم على هذا الجهود، وأتمنى لكم إن شاء الله مزيد من الإبداع. الله يحفظك يا عمار. وعمار أنت أشهر من نار على علم في السوشيال ميديا، وأنت كإنفلونسر اليوم النبي نشوف شنو أثر تواجدك وأثر السوشيال ميديا في هذه البطولة تحديدا إذا بنتكلم عن كأس العالم. أنا أقول كان في تهيئة نفسية طول 12 سنة، إحنا قاعد ننتظر اللحظة اللي نشوف فيها الافتتاح. وأنا صراحة يعني صادتني كآبة يوم قلت إن ما راح أحصل تذكرة الافتتاح، وشاركت الشيء مع متابعيني قلت لهم يعني حياتنا مهما كانت في إيجابي في لحظات لازم تعيشون معاي الدور. ليه ما حصلت تذكرة الافتتاح ودخلت وقطيت والتقيت مع ناس، الحلم أصبح واقع. يعني لدرجة أن الناس اللي حولي في الملعب يقولون هل إحنا فعلا يعني خلص افتتاح كأس العالم؟ أقول لهم إيه نعم خلص افتتاح كأس العالم. بالنسبة لي أنا ما أحب أغطي الشيء اللي موجود في الإعلام، أحب أغطي الكواليس، الناس اللي موجودين، القصص اللي قاعد تصير، التفاعلات، حتى لو كان شيء يعني أنا مو مخطط له. أمس الساعة 12 بالليل أنا في السوق واقف قاعد أغطي، ما رحت المباراة لكن شفتها في واحد من الأماكن العامة، تفاعلت مع الحدث، لابس تيشيرت المغرب وقاعد نشجع معاهم كنا منتخبنا اللي قاعد يلعب. اليوم كلنا إحنا كعرب وكلنا كمجتمعات وقفنا في صف واحد، توحدنا الرياضة، توحدنا الهوية، توحدنا الدين، توحدنا التراث، والسوشيال ميديا كان لها دور في هذا الشيء. اليوم في لحظات كثيرة مرت علينا كأس العالم ما شفناها إلا من السوشيال ميديا. يعني فأنا دائما يعني أقول دائما أن أنت تترك أثر إيجابي في هالشيء. يعني أي والله. طيب أجواء كأس العالم تدري هي مثل ما قلتي، قلت فضلت أن في كل مكان لا أجواء بصمتها وأجواء يعني، وبشكل عام لو نقدر نلخصها بشكل عام، وين أكثر شيء كانت الأجواء اللي تشدك؟ يعني رحت كل مكان تدري. أنا تقريباً معظم الأماكن زرتها، يعني حتى الناس ربعي يقولون لي أنت محظوظ أن مريت على تقريباً معظم الأماكن اللي إحنا لحد الآن نكتشفها، وناس تتصل لي وتتواصل معاي أوكي إذا رحت هالمكان أروح بالمترو ولا بالسيارة، أروح مشي ولا عرفت. فأنا عندي الكواليس هذه. من أجمل الأماكن اللي شفتها صراحة الكورنيش، العروض اللي كانت موجودة، درب لوسيل تحس بحياة مختلفة، يعني لسه 3-4 الفجر ناس ماشية. طبعاً المكان المفضل هو سوق واقف ومشيرب، يعني تحس ان انت تمشي بين الشعوب. صح. شوي تلاقيت ناس مصريين، شوي مغاربه،
وكلهم يغنون نفس أغاني بعض يعني إيه. مجتمعات مختلفة، لا وحدتنا الرياضة، نرقص مع بعض، نفرح مع بعض، صحيح، ونمشي مع بعض، عرفت؟ صحيح. فهاي الشيء اللي يعني صراحة يمكن ما شفناها في كل البطولات. هذا التجمع ينشال فوق الرأس. وإذا يعني ما شاء الله يتعب الرأس. يتعب. هذا التجمع يعني نشيله فوق رأسنا كمغاربة كتونسيين كغربيين. راحة المعاني. زين شنو توقعاتك للنهائي؟ والله شوف أنا من بداية كأس العالم أقول فرنسا اللي هي راح تصعد، لكن في في مفاجآت صارت يعني. صارت صح. من يتوقع أن مثلاً السعودية تفوز على الأرجنتين؟ إيه. من يتوقع أن مثلاً المغرب. المغرب اليوم تتصدر، عندنا ايضا حتى تونس، حتى اداء تونس فازت على البرازيل، حتى اداء قطر، المنتخبات العربيه اللي وصلت لكاس العالم على فرنسا نعتبره انجاز. الكاميرون ما بالك بالتوقعات اللي بتصير. انا اتوقع ان شاء الله يعني فرنسا البرازيل، نتفائل ان المغرب ان شاء الله تكون موجوده، لكن المنافسه جدا شديده يعني. هذا الجدول قدامك، بنشوف شوف الجدول يعني. زين خلينا ناخذ توقعات عمار على اساس ننزلها في بوست نشوف توقعاتك. يلا هولندا والارجنتين. هولندا والارجنتين؟ لا الارجنتين. كرواتيا والبرازيل. البرازيل. انجلترا وفرنسا. انجلترا فرنسا. والمغرب والبرتغال. والله القلب المغرب. انت قلت انجلترا وفرنسا، بس مين اللي يفوز؟ انجلترا من فرنسا. فرنسا فرنسا قال فرنسا. فرنسا. فرنسا اي فرنسا. البرتغال والمغرب. المغرب ان شاء الله المغرب يعني. زين ان شاء الله. تمني ولا توقع؟ تمني وتوقع ان شاء الله. انا امس متمنين انه يفوز المغرب، وفاجئونا بالنتيجه صراحه. اي والله رجال وعلى اعصابنا كنا يعني. اي والله. المجال التسويق الرقمي شلون دخلت له؟ هل كان مخطط له؟ تمام. بديت انا بالمجال كعمل، كنت شغال في واحده من الجهات الاعلاميه، وكان دائما يعطوني معلومات جديده انا ما كنت اعرفها. يعني مثلا تويتر كان بالنسبه لي كموقع استخدمه في 2007، استخدمه حتى نرسل المسجات بيننا وبين ربعنا. يعني تغير الموضوع اليوم ان اليوتيوب، شنو هو موقع يوتيوب؟ انا بالنسبه لي كان مفهوم اليوتيوب، اتكلم عن 2007 تقريبا في هالفتره، أنا موقع نخزن فيه الفيديوهات عشان نقدر نمسحها من الكمبيوتر. كان إدراكنا جدا بسيط، لكن لما دخلنا مع الشركات واجتمعنا معاها وطورنا المجال وتعبنا على نفسنا، أصبحنا من الناس اللي نقود هذا المجال. يعني الحمد لله كنا على مدى 4 سنين، اليوم أنا أعتبر العربي الوحيد اللي موجود في قائمة المؤثرين على موقع باز سومو. باز سومو طبعا يجمع لك أكثر الناس المشاهير في التواصل الاجتماعي اللي عندهم محتوى. أنا الشخص العربي الوحيد. ما شاء الله. السنة الماضية ما شاء الله دخل معاي شخص من غزة، وكان ترتيبه 96. شنو شروط الدخول إلى هذا الموقع؟ هم أساساً يقيمون حسابك بدون ما تدخل. يشوفون محتواك، يشوفون التفاعل. ولا يتطلب يعني يكون في ريجستريشن أو لا ولا شيء. هم بالنهاية يقيمون حسابك، يقيمون تفاعلك، يقيمون محتواك. نعم. بناء عليه يعطونك التصنيف. لما شفت أنا 3 سنين أخوي مهند يعني التفاعل قاعد يصير بطريقة إيجابية، أقول لا أنا ما راح أترك هالمجال. صح يمكن ركز على شوية تقنية لو لاحظت الفترة الأخيرة الاختراعات وكذي، لكن التسويق الرقمي موجود في دمي يعني. ما شاء الله. حبيتها وجمعني مع الناس وعطاني معارف مو بسيطة، كسبت من خلالها خبرة يعني، والواحد يطور نفسه. يعني وين تشوف قطر في التسويق الرقمي؟ آسف وكميل، وين تشوف قطر في التسويق الرقمي الآن؟ أعطيك معلومة صادمة. إيه. قطر تعتبر أغلى دولة عربية، دولة عربية أغلى دولة على مستوى العالم في قيمة التكلفة على الضغطة. أنت لما تشوف إعلان تضغط عليه صح؟ تكلفة الضغطة الأعلى على مستوى العالم. وهذه اللي هي. نعم. إنزين ليش صار هالشيء؟ لأن عندنا شركات اليوم مو شركات محلية، شركات عالمية قاعد تسوق اسمها وتبي تظهر إعلاناتها فوق. فالشركات اليوم عطت مبلغ ما تقدر تنافس كل دول العالم، وهذا يدل اليوم على مكانه في فاليو وفاليو كبير لقطر في هذا المجال. قطر تعتبر من اعلى الدول اللي عندها انترنت على مستوى العالم. ما شاء الله. تعتبر من اعلى الدول استخداما لمنصات التواصل الاجتماعي مقارنه بعدد السكان. فاليوم الثقافه اختلفت. زين جانا كاس العالم، الموضوع قطر قاعد تحصل الان تفاعل مش بسيط. الهاشتاج اليوم قاعد يغردون فيه عدد كبير من الناس مختلف. شنو الهاشتاج الرسمي المعتمد لبطولة كأس العالم في تويتر؟ في تويتر بالإنجليزي اللي تلاقي عليه إشارة الكأس فيفا وورد كاب. فيفا تلاقي عليه إشارة. بالعربي ما في هاشتاج بالعربي، لكن أكثر هاشتاج موجود كأس العالم أندرسكور قطر.
اكثر هاشتاج انا شفته يعني لهاللحظه في وايد في كاس العالم 2022 في كاس العالم فيفا وفي كاس العالم فيفا قطر وفي كاس العالم فيفا قطر 2022 هاشتاجات. لذلك انت شوف قبل ما تغرد شوف الهاشتاج اللي فيه عليه تفاعل اكثر واستخدمه خصوصا بالعربي، لكن بالانجليزي لا. ايش كثر يفرق استخدام الهاشتاج في انتشار التغريده؟ طبعا شوف انت لما تركز على هاشتاج واحد افضل من ان انت تعطي اكثر من هاشتاجات. ليش؟ تويتر اول شيء تعطيك قيمه للتغريده اللي انت تنزلها، وحتى منصات التواصل الاجتماعي انت ما قاعد تشتت الجمهور. نعطي سر ثاني، الهاشتاج ما الهاشتاج ما تخلي في بدايه التغريده، تخلي اخر التغريده. ليش؟ عشان الناس ما تروح من تغريدتك وتروح على المحتوى الثاني. صح، تقرا خلي اخر شيء. عندك رابط تخلي اخر شيء، العين ترى تقرا اول الجمل. فبالتالي انت لما تكون تغريدتك فكر في الهاشتاج الاكثر تاثيرا، خله اخر شيء. اذا في رابط قول حق الناس تضغطوا على هذا الرابط، ما تقول ما تخلي اللينك على طول. فهذه من الاشياء اللي احنا يعني بساطة التسويق الرقمي الناس ما تعرف، لأن الموضوع ترى مرتبط بثقافة، مرتبط بوعي، مرتبط بانتشار. طبعا نذكر معانا عمار محمد مستشار ومدرب في التسويق الرقمي، وحديث يجمعنا عن هذا الفيلد وهذا المجال. بوفيصل، أنا يعني اللي شدني طبعا في أمور وايد تشابكت بفكرة يعني، بس يمكن إن شاء الله تكون صحيحة. يعني شنو أثر يعني تداخل الشركات نفسها، شركات الكبيرة في قطر، يعني مثلا خطوط جوي قطرية مثلا، وأيضا مناسبة مثل مناسبة كأس العالم ومناسبات أخرى. أنا الحين بس تكلم شو بس لا خلي ما راح أخليه يتكلم، عبالة راح أخليه انطر. عمار والله شفته قاعد بينزل طيارة، لا أنا محاضر ما يقدر عليه. نقص درجات زين. يعني أنت لما تحط الهاشتاج ولا تسوي أي شيء معين، أو إني أنا حتى اقتصاديا، شنو مدى مساهمة هالشركات اللي قاعد تعلن، وأيضا الوصول لها كلها علاقه. احنا في شغلتين صاروا معانا بشكل جدا ايجابي يمكن الجمهور ما شافها. احنا نحلل انطباع الشركات. اول شغله شلون الشركه استعدت لهذا الحدث، تزيين الطيارات، تجهيز صحيح. الموظفين، التدريب اللي صار، الاتيكيت، الاستقبال، سرعه الاستجابه. مثلا من الخطوط اللي مثال على الخطوط الجويه القطريه، قامت مثلا خذت الموظفين الفاعلين في مختلف الادارات عندها وصورتهم بارقام ونزلت عدد تنازلي لكاس العالم. زين صار الافتتاح، ايش راح يسوون؟ ايضا طلعوا بافكار ابداعيه مختلفه لتسويق كاس العالم بما انهم راعي رسمي في هذا المجال، ودخلوا تفاعل الناس بالسوشيال ميديا. اسهل شيء تسوي انت المسابقه، لكن الاصعب انت توعي الناس بدور الشركه واهميتها ومكانتها في الدوله، وايضا انجازاتها اللي موجوده بشكل مبسط للناس. ما تعطي فيديو شيء طويل وصعب، لا، انت فيديو 30 ثانيه 40 ثانيه انت وصلت فكرتك للناس. يعني احنا انتقلنا من عصر الثوره الصناعيه الى عصر المعرفه فعليا. نعم، وما اقول المعرفه، انا اتكلم عن عمق المعرفه. انت قبل كنت تدخل الجامعه او المدرسه حتى تقرا لك العلوم الموجوده، اليوم بالسوشيال ميديا انت بس مجرد تلف بشاشتك انت وصلت للمعلومات. يعني التسويق الرقمي ذات ابعاد حسيه بعيده. أكيد، أنا توني أقول لك ربطنا يعني بيني وبين مهند مواقف ومواضيع وغيرها من الأمور من السوشيال ميديا. لو اليوم أنا ما ربطتني هالعلاقات كان ما كنت معاكم اليوم في هذا اللقاء، وأيضا ما استفدنا من الجمهور اللي موجود اللي يبي يشوف الأسرار والكواليس ويتفاعل معها. اليوم احنا بنتكلم في جزئية انت ذكرتها في لقائك مع الزملاء في قناة الكاس، وتكلمت عن الهجمة اللي والحملات اللي كانت تشن ضد تنظيم قطر لهذا المونديال. نبي نسمع ونتناقش في هذه الجزئية بعد هذا الفاصل. ضيفنا عمار محمد الخبير والمستشار والمدرب في التسويق الرقمي، ضيفنا في برنامج الديوانية بإذاعة وتلفزيون المارينا. فاصل ونعود إن شاء الله للحديث مع عمار. رجعنا معاكم في الديوانية بإذاعة وتلفزيون المارينا، الساعة 2:13 بتوقيت الدوحة،
والكويت وسعيدين بوجودنا لتغطية الحدث الأكبر هذا العام. نتحدث عن كأس العالم والكفرج اللي قاعدين نقوم فيها في إذاعة وتلفزيون المارينا ومنصاتنا المرئية في السوشيال ميديا. سعيدين جدا بالتواصل معاكم وسعيدين أكثر بشراكتنا مع ماندارين أورينتال في مشارب لنقل هذه الأجواء من هذا الاستوديو، وأيضا سعيدين بشراكتنا مع داعمينا في هذه التغطية شركة كوت فود، برجر كينج وبيتزا هات، الله يعطيكم الصحة والعافية. واليوم أيضا ضيفنا عمار محمد المستشار والخبير في التسويق الرقمي. عمار، يعني أنا بسألك سؤال أبي إجابتك بصراحة، وهذا سؤال يمكن كم تليفون عندك؟ كم تليفون عندي؟ إيه اللي الحين في كأس العالم عندي 4 ما شاء الله. وما استخدم الواتساب على رقم الأساسي. عمار شلون ما يعني صالح أمس يتواصل وياك يبي رقم واتساب تقول له توقعت بتسأله أنا ما عندي واتساب. شوف شلون يعني في ثلاث سنين بدون واتساب. الديجيتال ميديا وما عندك واتساب. شوف الفكرة، أنا عندي قانون. هالقانون اقتنعت فيه خلال الثلاث سنين. إذا كانت التقنية أعلى منك فأنت توقفها. يعني إذا كان الواتساب قاعد يزعجني طول الوقت، الناس الحين قاعد أنا معاكم باللقاء راح يكلمني يقول يا أخي تكفى بك ضروري. زين معلش أنا في لقاء ترى ما أقدر أرد عليك يا أخي، أبغيك ضروري نطلع فاصل أروح أكلمه وأرجع مرة ثانية يقول لي بس يا أخي كنت بسمع صوتك. أدبيات التعامل اليوم مع التقنية معانا كجمهور عربي للأسف ما قاعد نقدرها. فاتجهت للشيء البديل، اتجهت للإيميل، اتجهت للإس إم إس، واتجهت إلى رسائل خاصة الموجودة بالسوشيال ميديا. لكن مالك حق انت اليوم لما تشوفني اونلاين او تشوفني وقت متاخر من الليل انك تكلمني على الواتساب، وقطعت علاقتي مع الواتساب من 3 سنين. التليفونات الثلاثه اللي موجوده معي البقيه للشغل الخاص وايضا لدوامي، كل دوام مخلي له رقم تليفون خاص. مروان الدوام عندي اكثر من مكان، عندي جهه استشاريه متعاقد معاها، تقريبا شغلي كله استشارات. يعني ما عندي دوام ثابت في مكان، لكن استشارات في مجال الاعلام، المجال الثاني في مجال الاستثمار، المجال الثالث بجانب الفعاليات. عساك على القوة. جميل الله. جميل. وزين شلون تشوف يعني التصنيف لبلاتفورمز في السوشيال ميديا في قطر وفي الريجن هني في الخليج العربي؟ شنو الأكثر انتشار والأكثر تفاعل؟ فالأقل حلو. احنا كاستخدام نتكلم فيسبوك، يوتيوب، انستغرام، عندنا سناب، تيك توك تمام. لكن لما نتكلم عن كانتشار ما نتكلم عن استخدام، انتشار التيك توك اليوم مقطع تصوره في التيك توك يعطيك ترند، وخوارزميات تيك توك طبعا مختلفه وتخوف. شلون يعني شنو اللي يفرق خوارزميات التيك توك عن سناب عن انستغرام؟ اليوم انا بكشف اسرار. اي الى انا فهد قاعد ينطق ترى. شوف لان انا احب دايكت المارتك. شنو دايجيتال ماركتنج؟ دايجيتال هذه هي من الجمعيه بس يعني ديجيتال. لا لا يعني التسويق الرقمي. اي ديجيتال ديجيتال دايجيتال. مزهريه ترى تشتكي يا معلم. سوري. بالنسبه لنا تيك توك على سبيل المثال لازم انت تصور الفيديو من الجوال اللي انت تستخدم فيه التطبيق. حلو، خلصت منتجت الفيديو، استخدمت الموسيقى ترند، استخدمت الهاشتاجات الاكثر تداولا، نزلت الفيديو، لازم تقعد في المنصة تستخدم المنصة علشان يصير التفاعل مع محتواك. شلون يعني لازم تقعد؟ يعني ترفع انت الفيديو تقعد ايضا في التيك توك تتم فترة عشان الخوارزمية تقول ان هذا المستخدم رفع محتوى وموجود داخل التطبيق فراح نعطيه انتشار. يعني تكون فاتحة، يعني تكون فاتح التطبيق. فتخيل انت، انا بالنسبة لي اسوي دايتكس من السوشيال ميديا، ابتعد عن السوشيال ميديا. هذه المنصة تقول لي تبي مشاهدات اقعد في تطبيقي. مثل ما قلت لكم الجورثم الجارثم هذه هي خوارزمية. انا اتكلم والترجمة هني. صح كلامه صح. قلت لكم ما ترجمة المشوهة طبعا، ما اعطيت نوي. قلت لكم الجارثم انا وياك. شفت سناب شات لازم انت تصور من الكاميرا الخاصة بتطبيق سناب شات وترفع عن طريق السناب شات، لذلك ما يقبل فيديوهات انت مصورها من تطبيقات ثانية او من كاميرات ثانية. فهني نتكلم عن حرفنة التعامل مع السوشيال ميديا. انت اليوم لازم تستخدم التطبيق وتعرف شنو اسراره وتعرف شنو الشيء اللي عليه انتشار. انا من الانستغرام اي انا بايك على هالشيء. انا من 2013 في سناب،
مو مقتنع في المنصة. يا كاس العالم قمت أصور في السبوت لايت مشاهدات بالنصف مليون. وين هذا؟ في السبوت لايت منصة الأضواء اللي موجودة في سناب شات. مشاهدات نصف مليون، أنا في حياتي ما حصلت هذا الرقم في سناب. ودام أن هذا الشيء نجح ركزت عليه. نروح على إنستغرام. إنستغرام نجاحك مو بالبوستات كتصاميم، مو نجاحك بالفيديوهات، نجاحك بالريلز. أنا محصل تقريبا التفاعل خلال فترة كأس العالم 155,000 من ناس ما يتابعوني بالسوشيال ميديا شافوا الريلز الموجودين معي. نزلت مقابلاتي اللي بالتلفزيون، ممكن شفتها بعرضها في الإنستغرام، ما عليها تفاعل. الناس ما تبي المعلومة، الناس تبي الفكاهة. قمت أنزل فكاهة، الناس تبغي كذي، المنصة تبغي شيء، أمش معها تمشي عكس الخوارزمية ما راح تنتشر. صحيح. لازم تعرف طبيعة كل منصة وشنو متطلباتها علشان تقدر تأخذ منها أفضل ما يمكن. والمحتوى أبو يوسف. إيه، ولا تصير شخص، لا تصير شخص صعب. خليك مرن بالسوشيال ميديا. صحيح. لا تقول يا أخي أنا لا، أنا عندي مبادئ. وركز على هذا. أنا كنت من هاي النوع. إيه. لا، كسرنا المبادئ. حتى اللي يعني فريق العمل الموجود معاي قال لي عمار أنت قاعد تنزل أشياء يعني مختلفة عن شخصيتك. قلت له إنستغرام حابها بالموضوع، أنا ما نزلت شيء يعني يتعارض مع شخصيتي، لكن الجمهور حب هالموضوع. خلينا ننتشر. دائما فهد كميل يتكلم عن كونسبت معين. إيه. شو الفرق بين المشهور والمؤثر؟ أنت دائما تكلم. نعم. عمار رحيم موجود. يلا. يلا قول له. شوف أنت المشهور يعرفون 1000 شخص، لكن المميز يكون بين 1000 شخص. فأنت إنسان مميز. مو مشهور. إيه مميز. تكون بين 1000 شخص. زين، عندنا نجم. Yeah. ومشهور ومؤثر. شو الفرق بينهم؟ نجم اللي بالسماء إن شاء الله. تمام. عندها ما تصدني. النجومية. النجومية. أنت المميز في مجالك وما يعرفك إلا اللي داخل مجالك. المشهور شخص صنعته المواقف. مثل ذيك اللي كانت تتكلم أوباما. يس أوباما. ما نعرف اسمها. يمكن ما أتذكر شكلها. بس انشهرت. تمام. يمكن ناس انشهرت برقصة، ناس بحرقة، ناس صح. بموقف صار، ناس بتعب ومجهود، وتعب مجهود. هذه الآن الشخص انشهر. لكن الشخص المؤثر هو من يصنع ناس يقلدون سلوكه في المجال اللي هو فيه. يا سلام. هو أنا أشوفه أعلى من النجومية. عندنا بعد مفهوم رابع، البلوجر. البلوجر مو كل شخص عنده إنستغرام، البلوجر مو كل شخص عنده فيسبوك. صح. أو تيك توك. الشخص اللي هو يدون عنده يوتيوب، عنده أفكاره، عنده موقع شخصي له. أنا أعتبره هاي بلوجر. زين، كل رأس واحد منا يوجد العديد من الخرائط، فودنا نقسمها لفئتين. حلو. نقسمها لفئتين، خرائط الأمور اللي تجري بها الأحداث، وخرائط الأمور الذي ينبغي أن تكون عليها الأمور والقيم. حلو. فبالحالة هذه نبي نتعلم الناس شنو التسويق والتسوق. فهم في الناس الحين أنا توني عرفت، لكن اللي مثلي يمكن ما يعرف. فلازم العديد هذه من الخرائط تعطي يعني الحين كلنا ندري إن الخريطة ما تعني الأرض. صح. تعني الأرض؟ لا، بل تعني الشرح اللي طبيعة الأرض. الله، يا سلام. فأنت نبيك عطونا صفقة. شكرا. أول مرة يصفقوا لي من 6 سنين. أنا ما أنت بس أنت لو متعرف علي من بداية الكأس العالم كان. الله يسلمك يا رب. ضبطك والله عمار. إي والله ونعم. والله ضبطك والله. يعني الوحيد لأن توي عرفت فمعطيك وي بس اللقاء لقائين خلاص. طيح ميانة. كنا نتكلم عن التسوق الإلكتروني والتسويق الإلكتروني، شو الفرق بينهم؟ صح، هو حرف، لكن هاي شيء وهذا شيء. فترة الكورونا الله لا يعيدها إن شاء الله مرة ثانية، لأن فعلا تعبنا فيها وفعلا استثمرنا أيضا فيها. الله لا يعيدها، مو الله لا يعديها. لا يعديها. الله لا يعيدها. أنت قلت الله لا يعديها. أوكي، الله لا يعيدها. رحنا. لأن فعلا كانت فترة جدا صعبة. أنت قاعد تشتري عن طريق الإنترنت من مواقع مختلفة، من تطبيقات التوصيل وغيرها. هذه الآن نسميه إحنا تسوق إلكتروني. أيوة. أنت ما تروح للسوق، البضاعة عبر الإنترنت. عبر الإنترنت. اليوم شلون الباع يوصل بضائع او خدماته للناس؟ تستخدم التسويق الالكتروني، يعطي اعلانات سبونسر مدفوعه، يعطيك اس ام اس. تشوفون ما ادري اذا عندكم بالكويت ولا لا نفس الموضوع، يوم الخميس بعد ساعه الدوام تلاقون المسجات قاعد توصل لكم من محلات كثيره. يبونكم تطلعون من الدوام ومع نزلت الرواتب. ايوه، مع نزلت الرواتب يبونكم تطلعون من الدوام تاخذون ام العيال تروحون تسوقون وتخلصون الراتب. هذا شيء مدروس.
احنا نعرف بالضبط متى نختار وقت الاعلان ومتى ننزله وشنو طريقته، شنو الالوان اللي تكون موجوده فيه، حجم الخط. حتى الدكتور درس ترى التسويق. نعم التسويق الرياضي يعني. ايه المدخل انا تسويق رياضي ايه. نعم بس احنا نستخدم طبعا طرق ثانيه لها بالتسويق نفسه بشكل عام في الحدث نفسه. ايه نعم نعم شنو شنو الحدث، شنو نستخدم الاكثر، شنو الشركات اللي ممكن تساهم اكثر. مه. يعني مثلا الشركات الرياضيه هي اللي تساهم اكثر، مثلا تعرف البراندات او عندها اللي ممكن تسوقها يعني، بالاضافه الى الشركات اللي معروفه يعني الكبيره مثل البنوك والآخر. زين اليوم احنا تكلمنا قبل الفاصل عن موضوع والحين نبي نتكلم فيه، موضوع قطر تعرضت إلى مجموعة من الحملات والهجمات والهجمات على تنظيمها لهذا المونديال. اليوم إلى أي مدى بين أثر هذه الحملات والرد القطري لهذه الحملات؟ إحنا اليوم واصلين تاريخ سبعة يوم الأربعاء 7 ديسمبر 2022. كيف تشوف وضع كأس العالم في ظل ما تعرض له من هجوم؟ احنا باقي 11 يوم ونختم كأس العالم ونحتفل ان شاء الله باليوم الوطني ان شاء الله. يعني انا ما اقول ان الموضوع عدى على خير، الموضوع عدى على ان احنا كل الشغلات اللي درسناها بالاعلام تم تطبيقها خلال هذه الفترة. صحيح. وانت ما تعرف هل هذا الشيء فعلا حقيقي، لدرجة ان الشخص اللي يعيش على دولة قطر قام يشك بالمعلومات، فظهرت عندنا بعض المعلومات المغلوطة تم الرد عليها. مثلا عدد الوفيات اللي موجودة مثلا العمال 3 أشخاص مقارنة بحجم الإنجاز اللي صار في الملاعب وغيرها من الأشياء، عدد ترى بسيط يعني. والدولة تكفلت بكل الإجراءات لذوي العمال اللي موجودين. لذلك أنا أقول إحنا بدينا نتفهم موقف الدولة من 10 سنين أو 12 سنة الآن على أنه أوكي ترى هذا الحدث استثنائي، هذا الحدث مو بس للخليج، هو لكل العرب، هو بيعكس صورة مختلفة. إحنا أهم شيء عندنا إياه في الإعلام، وهذه مقالي يعني بكرة في الجريدة، أنه في جريدة عمار في جريدة الشرق. أنا أكتب صار لي أكثر من 4 سنين في المجال. إيه ما شاء الله. وقفت ورجعت ليلة الافتتاح ما شاء الله. رجعت مرة ثانية. نعم وقفت 2 سنين عن الكتابة، 4 سنين مستمر فيها، والآن رجعت مع كأس العالم. فأقول أن تغيرت الصورة النمطية. قبل كان عندنا مهند، يعني صورة العربي شنو هو؟ شخص راكب على الجمل صحراء بترول قاعد وبيت شعر أي عنده بينه وبين مزرعته، هذه الصورة النمطية اللي موجودة. صح. اليوم لما أنا أقعد مع الجمهور يقول لي يا أخي أنا من كولومبيا، أنت من وين؟ أسالف معه وشي يقول لي أمس كليت المتبوس. كولومبيا ما كان متبوس، متى صارت هذا؟ شلون إيه؟ انكسرت الثقافة اللي موجودة، انكسر الخوف اللي صاير بين صار مزج معنا. مزج لا لو كان يعني احنا الاجانب اللي نلتقي فيهم دائما يتكلمون يقولون احنا في بالنا صورة مختلفة عن الواقع اللي شفناه، فتشوفهم متحمسين لطرح البرايت سايد من هذا الجانب، يقولون احنا مصدومين الأمر مختلف تماماً عن اللي كان يكتب وعن اللي كنا نشوفه، خاصة بما يخص قطر فيها أمان ما نستشعرها حتى في بلداننا. صح. ما في جرائم، وهذه يعني ما توقعوها إن في بلد في العالم في هذه النسبة من الأمان. ما شاء الله. وهذه نعمة. نعمة. شوف شلون قاعد يتم تسويقها بشكل ممتاز، واعتقد انه يعني في امباكت زين راح يكون بعد المونديال على قطر من الناس اللي شافوه، لأن افضل وسيله للتسويق هذا الورد اوف ماوث. اليوم من مختلف المشارب والشعوب يو زاروا قطر في حدث كبير جمعهم، الفيدباك ما راح يجيك اليوم ولا بعد يومين ولا بعد شهر، راح يجيك على يعني فتره طويله قدام. مهند اسال سؤال، انت اليوم كرجل امن موجود مثلا في الملعب، حلو، قاعد تتعامل مع كم لغة موجودة على مستوى العالم كله؟ زين هل هذا الشخص في 12 سنة قدر يدرس كل لغات العالم؟ لا مستحيل. مستحيل. شفت أمس فيديو موجود أن ترى قوات الأمن تستخدم أجهزة للترجمة الفورية بأي لغة كانت، ما شاء الله، يسأل بالعربي يجاوبه باللغة اللي هو فيها. أي دولة طبقت هذا الشيء؟ ما شاء الله. قطر أول دولة قاعد تطبق هذا الجانب هي قطر. نتكلم اليوم عن مثلا أنت عندك اليوم تصريحك كشخص ما تبغي تتكلم او يعني حسيت بازعاج، يجيك جهاز بالباركود عرف انت من وسالفتك وجوازك وبياناتك. لا وفي امر عمار يعني هم فيما يخص التنظيم، اليوم انت الاعلاميين
هم اللي ينقلون غالبا الصورة بشكل ممتاز. أمس عناصر من الأمن موجودين يسكرون الدخول إلى سوق واقف لأنه مكتظ بالناس. صحيح. فإحنا هنا كل الوفد شاف البطاقات الإعلاميين قال إعلاميين تفضلوا ودخلنا. هذا الامتياز لما يعطى للإعلاميين فأنت مجبر بأنك تنقل الحقيقة كاملة. صحيح. ولما ما تصنعها والإعلامي لما يلقى التقدير ينعكس هذا على قلمه، ينعكس هذا على لسانه، ينعكس هذا في رسالته اللي يقدمها للناس. فاليوم احنا مؤتمنين على رسالة إعلامية نقوم فيها. نعم هذه البطاقة ما تعطى شكلا أو اعتباطا، لا هذه تسهل مهمتك كإعلامي تغطي حدث، وهذا الأمر يجب أن يعني الكل وكل جهة تنظم حدث أن تعيه وتعرفه تماما. تمام. الفكرة أخوي مهند أن الإعلام رسالة. نعم. والرسالة لازم تكون في خدمة الشعوب، مو بل أهداف شخصية أنت موجودة معك. اليوم مثل ما تفضلت هذه البطاقة أنا يوم وصلت فرحت فيها أكثر من بطاقة هي، لأن عرفت أن هذه البطاقة. وأيضا قمت حتى أقول حق متابعيني، قلت لهم أنت عندكم صلاحية اليوم بتشوفون فيها أشياء ما بتشوفونها بالتلفزيون، وأنا وعدتهم بهالجانب لأنهم جزء من نجاحي. أنا اليوم ما صنعت الإعلام بنفسي، صنعاء أيضا جمهور تعب وتفاعل معاي وعلق بهالموضوع، فدوري أن أنا أنقل لهم الأحداث كما أراها بحقيقة. جميل. احنا دخل علينا اذان العصر فمضطرين نطلع فاصل قصير، وان شاء الله نرجع للتواصل معك بعد هذا الفاصل. رجعنا معكم في الديوانية وتغطية إذاعة وتلفزيون المارينا لكأس العالم وما يجري في قطر من الفعاليات المصاحبة لمباريات كأس العالم اللي دخلنا الآن فيها إلى الدور ربع النهائي، واكتمل عقد الفرق الثمانية اللي راح تلعب أربع مباريات حاسمة، ومن هذه الفرق سننتظر أربع فرق يلعبون على نصف النهائي، ومن هالنصف النهائي ننتقل إلى الدور النهائي. 11 يوم يفصلنا عن يوم الختام واللي يتزامن مع اليوم الوطني القطري ليكون مسك ختام واحدة من أفضل نسخ كأس العالم عبر التاريخ. قطر 2022 بطولة للتاريخ، بطولة اجتمع فيها العالم في قطر، ويعني الكل شهد وإحنا شهدنا هذه الفعاليات وشفنا يعني حسن التنظيم وحسن الضيافة، وشفنا الإبهار في كل الأحداث في كل السيجمنت في هذه البطولة الجميلة والرائعة. واليوم واحد من أيضا أبطال قطر في السوشيال ميديا خونا عمار محمد، ولك سلام خاص من أخوي وحبيبي وصديقي وزميلي عمر العثمان بالكويت. حيا الله، حيا الله عمر، وحيا الله الكويت كلهم جميعا. الله يسلمك. أنا على فكرة طفولتي في الكويت، عندي صور وأنا عمري 5 سنين مع أبراج الكويت. ما شاء الله. الله يرحمه، يعني بابا جابر أنا أعتبره من الشخصيات اللي تأثرت فيها، وبعدين الشيخ صباح الله يرحمه. مجتمع الكويت وعلاقتي مع أهل الكويت شيء مختلف، يعني تقول لي أقرب شعب عندي يا بالخليج الكويت. الله يعافيك. تمشي الله يسلمك الشرف مقدارك، تمشي وتعرف على ناس. فعمر واحد من الناس اللي موجودين. عبد الله من شوي كنت تقول لي على الهواء بعد جايين، المعارف ما تنتهي بالسوشيال ميديا عندنا، يا العلاقات اللي ما شاء الله والصداقات. من يلفت نظرك من الـ يعني المشاهير السوشيال ميديا؟ من يتابع عمار؟ في شخصيات أثرت في أسلوب طرحها ومعلوماتها، مثال عمر فاروق مثلا. عمر أنا أعتبره شخص عنده رسالة متفرغ لها، يعني ما عنده وظيفة غير أنه يكون في السوشيال ميديا. من الشخصيات أيضا اللي صنعت محتوى قوي عبدالله الغافري مثلا، أعتبره من الشخصيات الناجحة. يمكن شخصيات نسائية، عندي شخصيات لكن أتحفظ على بعض الأسماء الموجودة، في شخصيات ناجحة لكن ما وصلت للتأثير اللي شفته عند الشباب، يعني جرأة الطرح والمعلومات والانتشار. يعني بالنسبة لعمار محمد الشباب أكثر جرأة وأكثر تأثير؟ تأثير من البنات نفسهم، يعني
البنات يمكن ماخذين المحتوى على حسب اللايف ستايل او غيره، لكن الطرح الاعلامي اللي انا اشوفه ان انت تصنع فيه محتوى اما يكون طرح متخصص ما عندنا حد يتكلم بشكل عام. يمكن يمكن شوي يروحون صوب الاناث اكثر هم بطرحهم. هذه الفكره، فبالتالي ما تجذبنا احنا كشباب ونشوف فيها نوع من التاثير. في تاثير بالارقام بالمحتوى، لكن الفئه فئه يعني نخبويه احنا نقولها. انا يمكن في شيء بعد شدني اللي هو استخدامكم لمصادات، يعني مثل الحمله اللي تكلم فيها ابو يوسف قبل، الحمله الشنيعه يمكن الرد نقول يعني على ان ما تصير البطوله وما تصير كثير منهم. شنو دوركم انتم كمؤثرين في السوشيال ميديا باستخدامكم المصادات؟ شنو نوع المصادات اللي تستخدمونها؟ احنا اول شغله نسويها بالسوشيال ميديا انها تخلق الوعي وتكون جزء من هذا الحدث. يعني قبل ما لازم بالحدث، لازم بالحدث كاس العرب كاس. على فكره انا اخر اهتماماتي الرياضه، لكن اكثر انجازات اللي صنعتها بحياتي كانت باحداث رياضيه، ودرت احداث رياضيه صحيح، ودرت رياضات انا ما شفت فيها مباريات ونجحنا فيها على مستوى العالم. انا اتكلم يعني ادرت بعض الفعاليات تنس ارضي، متى شفت انا تنس ارضي؟ ادرت بطوله العالم لكره اليد مثلا، وانا عمري ما كنت شايف لعبه كره اليد ونجحنا، وكان معي فريق عمل يعني فوق 70 موظف موجود معنا. اللي صارت في لوسيل، لوسيل وكانت في ثلاث ايضا صالات موجوده في 2015 صحيح. اليوم انت بالسوشيال ميديا لا تنتظر ان غيرك يصنع الاحداث، انت اصنع هذا الحدث. انا اليوم لما اروح مع عيالي تبي تبادر انت يعني. ابادر اروح يعني اروح الملعب. الانتصارات الشخصيه تسبق الانتصارات العامه. نعم، وغير هالشيء ان انت تكون موجود في افتتاحات اللي موجوده. أيوة. الملاعب نفسها. اذكر في واحده من المباريات في افتتاح استاد لوسيل، الافتتاح الثاني مره الافتتاح يعني الملعب اكثر من افتتاح حتى يجربون بعض الاشياء صح. نقلت المسؤولين في لجنه المشاريع والارث اكثر من 40 ملاحظه، ورجعت مره ثانيه لمباراه في كاس العالم وقارنت ملاحظاتي باللي شفته هناك، موضوع اختلف. فاحنا دائما ما نرد على الحمله بحمله اخرى، نرد عليها بالافعال وليس بالاقوال. الله. تشوف الفعل، تشوف بنفسك وتجرب هذا الشيء بنفسك، خلاص انا في النهايه اللي علي سويتها صح. الفرق بين الوقت اللي انا اعطيت الملاحظات وهذه اقل من شهر ونص، شفت كل الردود والتفاعلات، رد عليها نفس المسؤول وتم تطبيقها، ما تم تكرار هذا الخطا مثل ما وعدوني. يعني صراحه التزموا بكلمتهم. اليوم في كل ثانيه تمر علينا كم تغريده موجوده في التواصل الاجتماعي؟ الاف. زين، نحسب في كل ثانية 20,000 تغريدة، يعني بالدقيقة نضرب 20 في كم؟ في 60. في 60، فعندنا في الدقيقة الواحدة 1,200,000 تغريدة في الدقيقة عن كأس العالم في قطر. أوه. زين نحسبها بالساعة. إيه بالساعة. زين نضربها في كم؟ ب120. ب120؟ 120 شنو؟ 120. 120. ساعة 60. تمام. كم؟ كم؟ 144 مليون تغريدة بالساعة قاعد تمر عن كأس العالم في قطر. قطر ترى تعبت العالم من المحتوى الإيجابي اللي قاعد يظهر في التواصل الاجتماعي، وغير هالشيء أثرنا على الناس بأخلاقنا. في ناس اعتنقوا الإسلام، في ناس تأثروا بثقافتنا، وفي ناس قالوا أصلا يعني راح يكون ضيج وطلعوا كلام وايد والتنقلات. شفنا شيء صراحة والله ما هي مجاملة، يعني احنا عايشين لو في شيء نقوله. أمس شفت مكسيكي صحفي كان يسجل دوكيومنتري هنا من سبتمبر، اليوم كانت طيارته وغادر خافير. خافير يقول أنا عشت تجربة في قطر لا يمكن أعيشها، ما عشتها في السابق ولا يمكن أعيشها مستقبلا. أني أنا حضرت في كأس العالم في يوم واحد، حضرت أربع مباريات، حضرت من الوحدة لغاية 12 بالليل، يقول كان يوم تاريخي ومتعب لكن استمتعت فيه، يقول ما كنت مصدق. المباراة الثالثة يقول الوحيدة اللي تأخرت ودخلت طايف على الكيك أوف خمس دقائق، باجي الملاعب أوصل على الوقت. فهذه التجربة يعني لا يمكن صدق أنك تعيشها في أي مكان آخر غير قطر. الشيء الثاني وبعيد عن هذا الموضوع، كونك أنت متخصص في بالسوشيال ميديا، أنا وأبو فيصل قدمنا حلقة من الحلقات يوم الخميس وختمنا ومشينا. الأخ كان عنده 2000 متابع، تمام. جينا يوم الأحد صار عنده
12,000 12,000 وشرى 10 هو اي 12,000 متابع بويكند باك خلقنا شيكنا شيكنا ولا المتابعين كلهم صينيين شلون شلون هذا فسر لي الحاله زين ابدش على الحساب انا ايش على الحساب شوف على فكره ترى حسابي بالانستغرام موثق بعد يا سلام هني تطلع الخبره زين نروح على انستغرام ولا تويتر روح انستغرام انستغرام يلا زين شلون اكتب لنا الحساب وانا بعدين الحين بالانجليزي فهد كمين يلا اسمه جميل يلا زين ما لا لا اكتب اي اسمع بعد لا 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 ف اتش اتش اي اي تمام دي فهد انت عندك دبل اي اي ام دبل اي ال اي الله اي اه يا محمد لا تحن نصك هاي هذه وصلنا صح لا لا مو هذا بلا وصلنا للحساب لا هذا باقينا هذا ما بيوقع ماخذين حسابات بعد من عنده اي عنده يعني معنا شوف هذا ترى موثق زين الحين شوف التوثيق زاد جمال لان تكون في يدي اي شوف الفكره احتمال كبير ان اخوي فهد على حسب محتوى هو قاعد ينزل ريلز ومركز على الريلز وهاي شيء صراحة تجي حلو الريلز أحبه غالبا في واحدة من الريلز الريلز اللي هي الفيديوهات قاعد يقول ريل لا ريل الفيديوهات القصيرة غالبا واحد من الفيديوهات الموجودة انتشر في الصين ممكن عليه مشاهدات عالية ممكن موقف معين ولا ننسى أن المحتوى يبى الريال شاري متابعين شاري متأكد لا لا ما أعرف والله متأكد والله شوف أنا بتحليل شلون تعرف شلون أعرف أدش على الإنسايت. دش على الإنسايت. ندش يعني نتحدى مهند. زي وين عندنا الإحصائيات هني؟ طلع ما عنده إحصائيات. ما عنده إحصائيات. ما في إحصائيات. شنو إحصائيات يعني؟ الإحصائيات إن أنت تشوف كم الجمهور اللي موجودين معك في حسابك بس ما عندك إحصائيات ليش؟ أوضحني أكثر إيه. مرابط حساب الإنستغرام بالفيسبوك عشان تظهر لك هذه الميزة. سوها لي هادي يعني أنا شفاف برع الهواء أوكي يبي لها شغل يبي لها قاعدة يقول أنا شفاف في بعض الشركات يعني وشركات كبيرة ولها تأثيرها تلجأ إلى موضوع زيادة عدد المتابعين بالشراء هذا الأمر شلون يتم كشفه إحنا نحلل آخر مثلاً 10,000 متابع موجودين بالحساب نعم وتشوف مستوى التفاعل اللي صار بينك وبينهم نعم إذا الشخص ما قام مثلاً باللايك أو بالتعليق تعتبره أنت متابع وهمي حلو؟ في شيء طارتي على لا لا عشان بس يبيل شوف هني مشاغبني ترى الأفكار إيه؟ مو لا لا ترى إحنا الديوانية عادي أوكي الديوانية عادي إيه عادي واحد يقوم زين فالفكرة أن أنت تشوف التفاعل على هذا المتابعين طبعاً بأدوات مدفوعة وفي بعض الأدوات مجانية اهم شيء انا عندي اياه في الحساب هو الانجيجمنت ريت اللي هو مستوى التفاعل نعم انت كم مشاهداتك وكم التعليقات الموجوده معك وبالتالي اقدر اعرف اذا هذا الحساب وهمي ولا حقيقي للاسف كثير من الشركات ايضا الشخصيات شو تسوي مو الكلام لك طبعا ايه شو تسوي تشتري لايكات وتشتري تعليقات وتشتري مشاهدات علشان ما تنصاد لكن في النهايه بعض هذه البرامج توقف الشركه توقف الحسابات بتلاقي فيه نزول بعدد المتابعين فأنا أقول لا تشتري أصنام اشتري قلوب الله الله والله عاد فهد يعني آسر قلوب وايد يعني قلوب صينية ترى يعني كلهم صينية كلهم تقليد ايه. صيني ايه لا بعدين يعني عشان الشبه يمكن بعد الشبه شبه 40 صيني صيني العرض ولا شنو لا تشينغ تشانغ هون زين عمار احنا سعيدين بوجودك بيننا والساعة المباركة شوفتك ساعتك هبرك. أتمنى لك دائما التوفيق وأنت من يعني الشباب القطري والقيادات القطرية اللي إن شاء الله تنهض البلد بنشاطكم عساك على القوة وموفق دائما ومن نجاح إلى آخر إن شاء الله والله ترى keep going floor for you floor for you keep, for go, keep going keep I will try my best yeah, yeah, yeah. إن شاء الله يعطيكم العافية على اللقاء صراحة ديوانية خفيفة حبيبي يعني أنا توصيت بجاري هني يعني تسلم بس هاي آخر مرة المرة الجاية بكون معك لحظة أبو كبير ما قلت له شنو ها شنو ما قلت له شعر لا شوف في غيابي كم قابلت أشكال وجناس قابلت من كل مذهب وملة نعم. ضربت الناس أخماس في أسداس جربت فيهم جدول الضرب كله لكن مكان عمار صدقني ما حد وصل له يا سلام الله يا سلام طبعا انت تدري ان بس الله يخليك الحلقه اللي طافت سامع نفس القصيده
عمار محمد الله يعطيك العافيه ان شاء الله. مشكور الله يسلمك وبالتوفيق دائما. امين ان شاء الله، وان شاء الله دائما تكونون منها على اعلى درجه. ترى الديوانيه ديوانيه لك ومكانك وبيتك وانيثينج ايلز تولمي بس خلاص ان شاء الله. تولمي اور تيل مي تيل مي او كونفيرم صح كونفيرم 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 بالامريكي. الله يسلمك الله يسلمك. احنا قبل هذا البريك نحب ننوه على موضوع ان برجر كينج وسبوي مسوين فعاليات بفرع الروضة، فاللي حايس بعياله بالويكند يقدر ياخذ عياله ويروح برجر كينج او سبوي فرع الروضة ويستمتع بالجدول اللي موجود هناك بالاجواء الممتازة اللي موجودة بفرع الروضة. ايضا هذا الفيديو راح تشوفونه وراح تعرفون شنو اللي ينتظركم ببرجر كينج وسبوي فرع الروضة بالكويت.